بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله الغفيص من نيوتك، واليوم لدينا هاتف نوكيا لوميا 920، ووصلنا من نوكيا بصندوق جميل ورائع، وراح نلقي بإذن الله عليه نظرة سريعة أو نظرة أولى للجهاز. طبعا الصندوق صراحة رائع جدا وجميل، ويأتي باللون الأصفر مثل لون الهاتف. بسم الله، هنا نشاهد اللوميا 920، الهاتف الأكثر ابتكارا كما تدعوه نوكيا، وهنا سماعات الهيدفون، ومثل ما نشوف تأتي بنفس لون الهاتف. نشاهد بقية المحتويات. طبعا لدينا هنا سلك اليو اس بي للشحن ولتوصيل الجهاز بالكمبيوتر، ويأتي باللون الأبيض، وأعتقد أنه لون موحد لجميع الألوان. وهذا هو فيش الكهرب للشحن، كذلك هنا كتيبات الجهاز والوسادة الشحن اللاسلكية. وطبعا وسادة الشحن اللاسلكية هي تعتبر كأكسسوارة إضافية توفرها نوكيا، ولها عدة أشكال، وكذلك تأتي بعدة ألوان. هذه وسادة الشحن اللاسلكية، وتأتي باللون الأصفر مثل لون الجهاز. ممكن إذا جهازك لونه أبيض، أعتقد أنه موجود اللون الأبيض منها. وهنا طبعا اللي هو الفيش الوسادة الشحن اللاسلكية. نلقي نظرة طبعا على الجهاز وتصميمه. الجهاز تصميمه جميل جدا، ويعطيك إحساس بالفخامة. كذلك وزن الجهاز يعني ما توقعت يكون بالوزن هذا، يعني أحس أنه خفيف مقارنة مثلا باللوميا 900، مع ان الوزن هنا اكبر. طبعا الهاتف يأتي بنظام الويندوز فون 8 والداعم للغة العربية بشكل كامل ورسمي. كذلك الشاشة تأتي بقياس 4.5 انش، واشوف ان يعني مقاس رائع جدا، وطبعا تأتي بتقنية البيور موشن بلس. كذلك ميز الهاتف اللي هي الكاميرا 8 ميجا بكسل، ولكن بتقنية البيورفيو. ناخذ طبعا ناخذ مقارنة بسيطة مع اللوميا 900 بالشكل. طبعا نلاحظ اللي هو فرق الشاشة، يوجد فرق بسيط. اللوميا 900 4.3 انش، وهنا 4.5 انش. بالنسبة للتصميم نلاحظ من الأعلى في تشابه بسيط، ولكن في اللوميا 900 نشوف يعني منفذ الشحن موجود بالأعلى، ومنفذ السماعات الهيدفون، وكذلك الشريحة. أما في اللوميا 920 فقط موجود اللي هو الشريحة ومنفذ السماعات. من الأسفل يوجد في اللوميا 920 اللي هو منفذ الشحن وسبيكر، أما في 900 فموجود سبيكر فقط. ويعني صراحة خطوة جميلة أنه منفذ الشحن أصبح بالأسفل بدل الأعلى في اللوميا 900. يعني ما أدري، كنت أحسها حركة بايخة لما أشبك الشاحن في الجهاز من الأعلى. من الجنب طبعا نلاحظ الأزرار تقريبا كما هي، ما عدا أزرار خفض ورفع الصوت، يعني في اللوميا 920 جاءت متصلة، أما في اللوميا 900 فكانت منفصلة، وهنا متصلة طبعا في 920. طبعا راح نجرب الآن اللي هو وسادة الشحن اللاسلكية مع اللوميا 920. الآن راح نجرب وسادة الشحن اللاسلكية، وطبعا هي بمجرد انك تضع الهاتف عليها راح يبدأ يشحن. بسم الله نجرب. نلاحظ الآن انه بدأ يشحن الجهاز. وطبعا ممكن انك تحط اكثر من هاتف يعني على نفس الوسادة، ويكونون يشحنون بنفس الوقت.
كانت هذه نظرة أولى وسريعة لهاتف نوكيا لوميا 920. بإذن الله راح نعطيكم مراجعة كاملة عن الجهاز بعد التجربة ونعطيكم رأيي فيه. إذا كان عندك أي استفسارات أو أسئلة اتركها في التعليقات أو الموقع. كنت معكم أنا عبدالله الغفيص من نيوتيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.